تعالوا بقى نبتدي بنفسنا. النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء عندنا ماتش مهم جدا مع امبي في نصف نهائي كاس مصر في نسخه الموسم اللي فات. طبعا دي من البطولات اللي عايزين نحافظ على لقبها، لان احنا بالفعل ابطال اخر نسخه منها لما فزنا على بيراميدز لو تفتكروا حضراتكم بنتيجه 2-1، وكان ماتش قوي جدا. امبي الحقيقه يعني فريق تقيل وعنده سكواد محترم وتحت قياده مدرب محترم ومجتهد هو كابتن تامر مصطفى، وقدر ان هو يعني يفنش الموسم اللي فات من الدوري في المركز السادس من اجمالي 13 فوز وست تعادلات و15 خساره. احنا بنتكلم على منافس قوي، واكيد مستر كولر استعد كويس جدا يعني لهذه المباراه من خلال محاضرات الفيديو اللي عقدها مع اللاعبين للوقوف على نقاط القوه والضعف لإمبي الفريق المنافس. كمان الأهلي بيسعى للوصول للنهائي واقتناص اللقب للمرة 39 في تاريخه، عشان كده ماتش النهاردة كنا لسه بنقول عليه ماتش مهم جدا. صحيح ماتش مهم ومسيرة مش سهلة خلينا نقول، ومواجهة مهمة فعلا. وخليني أفكر حضراتكم، خلينا نروح كده شوية لتاريخ مواجهات الفريقين تحديدا في كأس مصر. هما اتقابلوا أربع مرات، نجح النادي الأهلي في الفوز بثلاث مباريات مقابل انتصار واحد كان لإمبي. برضو ده ما يخليناش نتغر أبدا أو نفكر بطريقة مختلفة، طبعا دي حاجة بديهية عندنا. أما بقى خلينا نتكلم عن مواجهات الفريقين في الدوري والسوبر، فهي 41 مباراة نجح الأهلي فيها في الفوز ب 30 مباراة، وحقق المنافس الفوز في أربع مباريات، برضو جاب كبير جدا. وتعادل الفريقين في أربع مباريات، التقى كمان الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري كان ثلاث مباريات تحديدا، والفوز كان من نصيب النادي الأهلي. يعني تقدر تقول يعني تفوق أكيد كبير جدا للفريق بتاعنا، ولكن زي ما احنا متعودين دايما نقول في الأهلي احترام المنافس، التعادل مع كل مباراة أو التعامل مع كل مباراة بمعايير يعني تخليك تحقق الفوز، فبإذن الله ده يحصل، وبإذن الله برضو نشوف متعة كروية. لأن هرجع أقول تاني، أنا من الناس اللي أحب جدا لما أفوز أفوز بتنافس عالي، يعني أنا ما يهمنيش الفوز لو كان أو طعم الفوز ما بيبقاش حلو لو كانت المنافسة سهلة، لو كل المنافسين معايا في مستوى تاني تماما. هو ربما ده على أرض الواقع وبالأرقام وبالورق حاصل، لكن برضو لما اجي اشوف في يعني قوه وفي طموح عند المنافس ان هو عايز ينتصر عليا، مش بس ان هو يوصل لمستواي، انا بشوف ان دي حاجه محترمه جدا، وبشوف ان ده امر اصلا المفروض ان هو يسعدني كمان كجماهير النادي الاهلي. فانا متوقعه ان ماتش امبي بالمناسبه رغم التفاوت في الارقام، لكن يا كريم هيبقى ماتش ممتع، لان انا بشوف امبي فعلا من الانديه زي ما انت قلت اللي عندها طموح عالي جدا، ويمكن هي انهت موسم فعلا بشكل كويس هم عايزين يبنوا عليه. فبالتوفيق، واهم حاجه اكيد ان احنا استمتع بالماتش. اكيد فريق قوي ومحترم، وبيني وبينك برضو الهواند يعني ايا كان المنافس هو مين، حتى لو مستواه متواضع، حتى لو جاب كبيره جدا بينه وبين النادي الاهلي، لكن كالعاده حضراتكم طبعا ده الكلام ده من قديم الازل، اي فريق بيلاعب النادي الاهلي بيجي في الماتش ده بصفه خاصه ويتوحش، حتى لو هو على مدار الدوري بالكامل او الكاس بالكامل يعني اداؤه العام بعافيه وحالته ما يعلم بها الا ربنا، لكن يجي عند النادي الاهلي كالعاده الكل بيتوحش وبيتغول. فكره ان انت متشافه من امه لا اله الا الله في ماتشك مع النادي الاهلي، ده في حد ذاته بيخلي اللعيبه فعلا يعني ياكلوا نجيله بالمعنى الحرفي للكلمه عشان يبرزوا ويستعرضوا مهاراتهم وامكانياتهم املا في اي حاجه ممكن تحصل لهم مستقبلا.